صدامنا مع أمريكا سيكون نوويًا ولا داعي لإضاعة الوقت في الأسلحة التقليدية، هكذا قالتها موسكو. وأما في الولايات المتحدة، فيديو تمثيلي أشعل الرعب من الحرب النووية وطوارئ لخطة الهروب من جحيم موسكو، والمجنون يجامل بوتين بطريقة مستفزة ويقولها للعالم: أنا في صف روسيا. بايدن يعقد قمة شرق أوسطية وروسيا ترد بقمة أخرى مع تركيا وإيران، فما الذي يجري يا أصدقاء؟ وأمريكا تعلنها إيران بعد العراق ولا خيار غير ذلك، وتلوح بخيار القوة العسكرية. وبايدن يوقع اتفاق القدس، ماذا يعني هذا الاتفاق؟ لحظة، على المطبعين أن يسدوا آذانهم أو يدفنوا رؤوسهم في التراب. واحتكاك عسكري صيني أمريكي في البحر، فهل بدأت الحرب البحرية؟ جرائم الإنجليز تظهر في أفغانستان، ولندن تعلن إنكارها. أوروبا تطلب من ليتوانيا السماح بمرور سلع روسيا، فهل هو الخوف من روسيا بعد اجتماعها مع بيلاروسيا لاتخاذ خطوات رادعة؟ والجزائر تجهز قانونا يضاعف قوات الجيش، فما الذي يحدث؟ ومسؤول أمريكي يتوقع خسارة أمريكا والغرب أمام روسيا، فهل ما يقال هنا حقيقة؟ وزلة جديدة لبايدن هذه المرة تضعه في موقف محرج. رد صيني سريع. بعد استعراض أمريكي جديد للقوة بعبور مدمرة الصواريخ الموجهة USS بينفولد في بحر الصين الجنوبي، وبرسالة أمريكية لبكين تقول: لن نتخلى عن حلفائنا في المنطقة، وسنلتزم بأمن حلفائنا وضمان حرية الملاحة البحرية، جاء الرد سريعا، حيث قال الجيش الصيني إنه راقب ثم أبعد المدمرة الأمريكية بينفولد التي اقتربت من جزر براسل في بحر جنوب الصين بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني. واتهمت بكين واشنطن أنها انتهكت سيادة وأمن الصين والقانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية. وبعد ذلك حذرت واشنطن الصين من التدخل الأمريكي حال التعرض للفلبين في بحر الصين الجنوبي. فهل نسي الأمريكيون مدمرتهم واتجهوا للدفاع عن الفلبين؟ يا للعجب، كيم يفجرها. فعلها المجنون واستفز الغرب وأمريكا بطريقة لم يتوقعها أحد. أعلنت بلاد كيم جونغ أنها تعترف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بينما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية KCNA في وقت لاحق أن كوريا الديمقراطية تعتزم تطوير علاقاتها مع الجمهوريتين وفقا لمثل السيادة والسلام والصداقة. المجنون يضرب بتهديدات أمريكا وتحذيرات الغرب عرض الحائط، ولم يبالي. كيم يقولها للعلن: أنا في صف بوتين ولن أتركه. وهنا أعلنت كييف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وإنهاء الاتصالات السياسية والاقتصادية مع بيونغ يانغ، لكن ذلك لن يجدي نفعا مع المجنون. الرد النووي. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقول إن الولايات المتحدة وحلفائها بإطلاقهم العلن لمواجهة هجينة مع روسيا بشأن أوكرانيا يضعون العالم على شفا حرب نووية، وإن محاولات إلقاء اللوم على موسكو في ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق. مضيفة: بعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، فإن واشنطن وحلفائها يوازنون بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلدنا، مما يعني صراعا مسلحا مباشرا للقوى النووية، وإن مثل هذا الاشتباك سيكون محفوفا بالتصعيد النووي. رعب موسكو. خلال الأيام الماضية
تفخر فلاديمير بوتين بأن أحدث صاروخ نووي روسي سيكون جاهزا بحلول نهاية العام الجاري. هذا الصاروخ يطلق عليه سايتن 2 لدى حلف الناتو ويسمى في روسيا RS-28 سمارت. ارتفاعه يعادل 14 طابقا وليس له منافس في العالم. موسكو أعلنت أن لديها ترسانة منه تشمل 50 صاروخا جديدا. الكريملين هدد بنشره في مايو الماضي لضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما دفع إدارة الطوارئ في نيويورك لإصدار مقطع فيديو يرشد الناس إلى كيفية التصرف في حالة وقوع هجوم نووي. فلماذا كل هذا الرعب يا أبناء العم سام؟ بايدن في إسرائيل. بعد وصوله إلى إسرائيل، الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إنهم سيلجأون للقوة ضد إيران كحل أخير منعا لامتلاكها سلاحا نووي. فهل يتكرر سيناريو العراق مع إيران؟ الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيوقعان على إعلان مشترك يقضي بعدم السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي، وهذا ما تخطط له تل أبيب مع واشنطن بحسب التقارير. فكيف سترد إيران؟ في غضون ذلك تقول أمريكا إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة لمساعدتها في حرب أوكرانيا. البيت الأبيض أكد أن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على الطائرات. فهل تهدف واشنطن إلى جعل إيران تواجه الناتو في حرب عسكرية؟ وهل يترك بوتين إيران تقاتل حلف الناتو بمفردها؟ رد إيراني. رد إيران جاء على لسان زعيمها إبراهيم رئيسي الذي قال: لن نقبل أي تحركات تمس وحدة أراضينا، وردنا على ذلك سيكون صارما. وحذر الرئيس الإيراني من أن أدنى تحرك ضد وحدة أراضي إيران سوف يقابل برد حاسم، مشددا على أنه لا يحق لأحد التحدث بلغة القوة مع الشعب الإيراني، فإيران لن تتراجع عن مواقفها المحقة. وأنصح الأمريكيين بالنظر إلى الحقائق وأخذ العبر من الماضي بدلا من تكرار التجربة الفاشلة. فمن أين يستمد الإيرانيون قوتهم وشجاعتهم هذه؟ حرب القمم والاجتماعات. بينما يزور بايدن السعودية وإسرائيل ويعقد اجتماعا مع دول عربية، قمة روسية إيرانية تركية الأسبوع المقبل، حيث يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية. موسكو تفطنت لتحركات واشنطن السياسية، وبهذه القمة الثلاثية يقول بوتين لنظيره بايدن: نحن أيضا نجيد السياسة على أصولها وليس القتال فقط. فهل أنتم مدركون أي قوة تواجهون؟ أيد ملطخة بالدماء تنافسوا فيما بينهم للقتل أكثر، وشهد شاهد منهم أفراد من القوات الجوية الخاصة في بريطانيا متهمون بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان. الادعاءات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC عقب تحقيق خاص استغرق قرابة 4 سنوات يكشف قتل قوات الكوماندوز البريطانية النخبة 54 أفغانيا غير مسلح عام 2010. بحسب جنود شاركوا في العمليات هناك، فقد كان الجنود المجرمون يضعون بندقية كلاشينكوف بجانب الضحية كي يثبتوا أنه ليس أعزلا. لكن وزارة الدفاع البريطانية تنفي هذه الاتهامات وتقول إن جنودها كانوا أبطالا وقاتلوا بشرف. فعن أي شرف يتحدثون؟ الأحداث والتطورات. خطوة جديدة من الاتحاد الأوروبي لإخماد فتيل التوتر مع موسكو، فها هو يحسم في الجدل الذي أثارته ليتوانيا بشأن مقاطعة كالينغراد التابعة لموسكو ولكنها غير متصلة بريا بالأراضي الروسية. إذ أكد التكتل الأوروبي الموحد أن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات من روسيا إلى جيب كالينغراد، وذلك شريطة ألا تشمل هذه البضائع أسلحة روسية وأن يتم نقلها عبر السكك الحديدية. فهل هو الخوف من روسيا بعد اجتماعها مع بيلاروسيا لاتخاذ خطوات حاسمة؟ كبير مفتشي الأمم المتحدة عن
عن أسلحة الدمار الشامل في العراق يتوقع هزيمة نيتو وأمريكا أمام روسيا في حرب برية. أعلنت الجزائر استدعاء العسكريين العاملين والعسكريين المتقاعدين في حال وجود خطر يهدد أمن البلاد، وجاء القرار على شكل قانون يتعلق بالاحتياط العسكري. تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا لموقف محرج بسبب زلة لسانه، وذلك خلال زيارته متحف يد فاشين في القدس. قال بايدن خلال كلمته إنه يريد الحفاظ على شرف الهولوكوست قبل أن يصحح لنفسه قائلا رعب الهولوكوست، كما أخطأ بايدن في نطق اسم المتحف أيضا. حذر زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله من اندلاع حرب في حال لم يحصل لبنان على حقه من الغاز والنفط من البحر المتوسط، مشيرا إلى أن جماعته قادرة على منع إسرائيل من استخراج الغاز وأيا تكن العواقب، معتبرا أن الحرب أشرف بكثير من استمرار الانهيار الاقتصادي. الولايات المتحدة تهدد روسيا وتهدد الصين، لكن تهديداتها لا تجدي. ماذا عن إيران؟ هل ينوي الأمريكان افتعال حرب جديدة كحرب العراق؟